اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. كابتن احمد خليفه مدرب منتخب مصر للسومو، كم نادي بيلعبوا سومو في مصر وابرزهم اشهرهم؟ يعني هو عدد، احنا بنلعب سومو كزون مناطق. يعني بنلعب منطقه اشهر المناطق الغربيه هي وبورسعيد، زون بنلعب كزون يعني. بالنسبه للمناطق دي فيها انديه بتمارس سومو. تمام. يعني اشهر الانديه سكه حديد طنطا مثلا، في طنطا المحله، في مركز شباب ناصر في الشرقيه، ده طلع ابطال كتير. القاهره في اتحاد الشرطه، في انديه فيها سومو يعني. في سوهاج فيها برضو بعض الانديه. كويس. يعني احنا واصلين بنعمل انتشار للعبه شويه على اساس نوسع القاعده شويه. هل لنا تصنيف على المستوى العالمي؟ لا كابتن، هو احنا بيبقى لينا تصنيف بس بيحصل لنا ظروف بتجرجرنا ورا شويه. يعني احنا من اول ما ابتدينا لعبنا سومو سنه 92 مع اول انطلاق 92 اول بطوله عالم كانت 92. اول مشاركه لمصر بطوله عالم ادينا نحقق ميداليه برونزيه. كويس. كانت فين البطوله؟ في اليابان. اول بطوله عالم. من 92 لغايه دلوقتي كنا بقى من حققنا ميداليات كتير. انا توليت المهمه من 2005. من 2005 ل 2014 تسع سنين قدرنا نجيب فيهم حوالي 54 ميداليه ما شاء الله في بطولات عالم وبطولات كاس عالم. ممكن اسالك عن مرتبك ولا صعب؟ لا عادي، سؤال اختياري. لا يعني مرتب مرضي. طب كويس. مرضي بس اللي هو بيرضى قليل ولا ايه؟ انا عايز اعرف في حكمات ولا؟ في حكمات سومو. طب نرجع للمباراه اللي قبلها بس عشان في حاجات كده ما بتفوتش عليا، نبقى عارفين الدنيا شكلها ايه. في بنات بتلعب سومو كمان. في بنات بيلعبوا سومو. معقوله؟ بس مش في مصر. برضه في اليابان. لا بره، في اوكرانيا. اي دوله غير مصر، عشان احنا عندنا في مشكله. لا صعبه، ما ده مشكله المشاكل. هتلبسنا في الحته دي. انا عايز اقول لك على حاجه، هو لبسها اوكرانيا كمان يعني. لا هو لبسها في البلد نفس لبس المصارعه. فانت ما في مصر فيها مصارعه. مظبوط. بس في مشكله في حاجه، ان احنا يعني احنا بنحتاج نركز. يعني احنا مركزين في ان احنا عندنا ايفنتين ناشئين وكبار. فاحنا بنركز. حكمه بقى مش دي حكمه كانت بتحكم عبد الرحمن شعلان المصري. تعرف اللعيب المصري دايما هو لابس استريتش. خلاص بانت. بيلعب مع الولد البلغاري. على فكره البلغاري ده بطل، بس هو عبد الرحمن كسب اهو في الماتش ده. كنا بلغاري. استثناء خاص للمصريين. لازم نلعب باستريتش عشان الشكل العام يعني. والموضوع ده عامل لنا على فكره مشكله، او بيعمل مشكله عموما، لان التصوير وساعات السبونسر في الاتحاد الدولي بيقول لك طب مش عايزين مش بقى دول لابسين. طيب محمد، ابرز مشاركاتك بقى يعني، قول لي. كنت تقول لي في كولومبيا وبولندا، ابرز الدول اللي زرتها واصعب المنافسات اللي انت خضتها كانت ايه؟ اصعب المنافسات هي بطوله العالم في استونيا 2008. ودوره الالعاب في كولومبيا. وفي بطولات دوليه بقى، بس هم دول كانوا اصعب اتنين يعني شاركت فيهم، واكبر بطولتين. باكبر بطولتين. هي دوره الالعاب دي يا كابتن حاجه زي الالعاب الاولمبيه، الالعاب غير الاولمبيه. فحاجه اللي هي اللي بيبقى فيها الكواليفايد بس يعني. انت مش رايح تلعب مع حد، ممكن يعني انت رايح بتلعب مع الناس اللي متصنفه بس. فدي زي الاولمبياد للالعاب غير الاولمبيه. طب محمد، هل بتحس انه في قولي دي مراسم تتويج مين الاول يا كابتن؟ ده لعيب اسمه محمد عمر، كنا في 2008 في بطوله عالم، وكان جايب ثالث عالم. كويس. يعني هل بتحس يا محمد انه في اهتمام في الخارج بالسومو عن الاهتمام في الداخل؟ عندنا لعيبه وما عندناش اهتمام، هم عندهم اهتمام ما عندهمش لعيبه تحقق بطولات. طبعا جدا. يعني في الخارج انا عايز اقول لحضرتك، احنا بنبقى ولا لعيبه الكوره اللي هو الناس تجري ورانا وتصور معانا ونمضلها على الصور بتاعتنا. بنيجي هنا من المطار ما حدش بيعرف. بيضايقكم بيزعلكم؟ طبعا لما اكون جاي بلدي ومحدش يعرف عني حاجه واجي اقول له بلعب سومو، بضطر ان انا اقول له بقى بلعب مصارعه مش بلعب سومو. عشان يعني حاجه بابليك شويه. ومثلا بقول له بلعب جودو رايح. امتى رجعت يا رامي من بطوله وكنت مستني بقى الوزير والكاميرات والناس كلها، بعدين دخلت المطار كده زي الغريب وراح؟ قلت الناس نايمه. امتى بجد؟ اخر بطوله دي عشان احنا تعبنا فيها جامد. الكابتن احمد بصراحه تعب معانا جامد، والكابتن رامي بلال وكل زمايلنا اللي معانا في المنتخب. انا الكابتن احمد قبل ما نعسكر في المعادي كنا عاملين تمرين مجمع يوميا في سكه حديد طنطا.
طنطا عند كابتن طنطا منبع الابطال منبع الكؤوس والبطولات يا عم اتفضل عند الكابتن رامي بلال. فكان الكابتن احمد بيقطع المشوار من القاهره نادي سكه حديد طنطا كان الكابتن بيقطع المشوار من القاهره يجي لنا لحد طنطا يمرنا التمرينه ويرجع تاني عشان مفيش مكان عسكر فيه يعني ما كناش لسه عسكرنا في المركز الاولمبي وتعبنا جامد في التمرين وبعدين رحنا عسكرنا شويه في المركز الاولمبي وبعدين توكلنا على الله واحنا بولندا كسرنا الدنيا ودغدغنا الناس ده بتمرين في طنطا ومعسكر كام يوم في المركز الاولمبي رحنا 10 ايام ولا حاجه. طب قول لي انت بتتمرن مع مين؟ ما هو انت برضو محتاج وزنك، هل في حد من وزنك كتير في مصر؟ في مصر ما يعني موجود بس كلفه ان انت هتجيب مثلا رامي ومعاه مثلا اربعه او ثلاثه فدي تكلفه شويه. بتتمرن ازاي؟ لما بكون بتمرن مثلا مع محمد ومع كابتن رامي بلال ومع زمايلي اللي في المنتخب حسام والناس دي هم بيحاولوا يساعدوني يعني مثلا ايه يقفوا اتنين مع بعض يزودوا عليا اتنين في بعض يا كابتن سعيد والله انا اقول لحضرتك بجد يعني احنا برده في تمرينات انا عشان الظروف اللي احنا فيها قول لي والمعسكر والاعداد دي فبضطر اخلي اتنين لعيبه يلعبوا مع بعض يعني بدل ما يلعب مع واحد يلعب مع اتنين يلحموا مع بعض يلحموا هجيب له مين اللي قدام ما هي دي مشكله صعب يعني. عندي لعيب ناشئ طالع صغير اسمه كمال بوصله برده من الغربيه بنجيبه له برده وزنه حوالي 160 كيلو وبنحاول على قد ما نقدر بس برده تكلفه ماليه انت مش عايز تعسكر مثلا مع اربعة خمسة يخدموه اللي بيفرق طبعا بالنسبه لنا بقى احسن من ده المعسكر الخارجي المعسكر الخارجي مثلا بيبقى قدامك بتطلعوا معسكرات خارجيه كتير يا كابتن والله يا كابتن احنا في السنه مثلا عندنا بطوله عالم ويعني الوزاره بتوفر لي بطوله العالم بنطلعها وبنطلع قبلها معسكر تدريبي او بطوله يعني احنا بطوله العالم دي في تايوان مسافرين على السبت الجاي قبليها طلعنا بطوله بولندا وعسكرنا في بولندا بعد البطوله حوالي 5 ايام اتمرنا فيهم مع بتوع بولندا واوكرانيا وروسيا ومولدوفيا كذا دوله كويسين بيعملوا تمرين عادي لكن هو طبعا الموضوع انا لو توفر لي شويه بادجت كده صغير مش كبير يعني لا انا عايز اقول لحضرتك انا تصنيفي اصلا كمصر من افضل 5 دول يعني احنا مصر لحد دلوقتي بس هي مشكلتنا بقى في مهريا يعني مهريا ونتائج يعني انت اول بقى طبعا اليابان وروسيا واوكرانيا وبولندا وبعد ومنغوليا ومصر يعني ده الرينج او اقوى 5 دول بس اليابان شرخه لا والله يا كابتن مش شرخه انت شفت حضرتك ماتش رامي عبد العاطي اللي هو لعيب 115 هو بيكسب بطل اليابان احنا مش بعيد هي بس قصه ان الراجل ده قاعد بيتمرن كل يوم تمرينتين على 365 يوم في السنه احنا بنعسكر الشهر اللي قبل البطوله في اطار امكانياتنا المتاحه لسه كنا عاملين اجتماع مع ليو سامح قلنا له يعني الموضوع عايزين نغيره بقى شويه لان احنا معانا وزير كويس قوي فلازم نستغل ان الراجل موجود نعمل له خطه كويسه وهنعرض واثق ان هو يوافق عليه. طيب محمد شايف ان الرحلات دي بتعوضك عن عدم الاهتمام انت كنت في بولندا وجاب ما شاء الله ذهب ورايح تايوان شايف ان ده يعني اهو حاجه احسن من مفيش؟ هي بتعوض نفسيا شويه يعني ان انا بروح باجي هنا ما حدش يعرف عني حاجه لا يعني بروح هناك ببقى معروف شويه يعني احنا لا غير معروف يعني انه السفر في حد ذاته المعامله الاحتكاك البطوله او لما بتبقى راجع للبلد تقول لهم انا كنت في تايوان انا كنت في مثلا في ماليزيا انا كنت في بولندا شايف ده يعني انا متاسف بيرضي غرورك شويه اللي انت حاسس انه ما حدش حاسس بيك في بلدك يعني هو كان الاول بيرضي دلوقتي خلاص اتعودنا على الوضع بقى اللي احنا نروح ونيجي ما حدش يعرف عننا حاجه فتعودنا على الوضع ده خلاص بتتضايق طبعا ان انا اروح والعب بطوله عالم واجيب فيها ميداليه وما حدش واجي هنا ما حدش يعرف عني حاجه انا يمكن كنت عايز اقول لحضرتك حاجه مهمه في الموضوع ده يعني هما الصوم يعني الفرقه المره دي ما عملتش حاجه عاديه انت حضرتك بتتكلم مثلا محمد كمال طب قول لي بطوله بولندا مصنفه ايه من البطولات البطوله من اقوى الدول اللي من اقوى البطولات اللي موجوده لان هي في اوروبا فانت هي بطوله سنويه بتتعمل كل سنه في شهر سبتمبر بس هما السنه دي بدروها شويه قبل بطوله العالم يعني عشان كان في خوف الناس ما تجيش عشان بطوله العالم شارك فيها 8 دول هي اوروبا سهله جدا ان الناس تقرب لبعضيها بس 8 دول من المنافسين يعني انت بتتكلم في اذربيجان في استونيا في امريكا لما انت النهارده واحد زي محمد مواليد 91 يبتدي يلعب بطوله زي دي ويطلع اول يكسب اوكراني وبولندي واذربيجاني واستوني لا ده كان مفاجاه واللي احسن من كده ان هو خد احسن لاعب في البطوله يعني احسن لاعب كاداء ما هو واخد كاسين الكاس الاول الميزان بتاعه هم ترجموا لي الكؤوس يعني هو كاس الاول واضح ان رامي مش عايز حد يقرب من الكؤوس خالص هم كاسين الكاسين الصغيرين الرفيعين دول اشرح لنا كؤوسك يا محمد انا كاس الصغير ده ده كاس اول 85 كيلو الميزان بتاعه صغير يا دوب على قد تمام الكاس اللي جنبه الطويل ده كاس احسن لاعب في البطوله احسن لاعب في البطوله احسن لاعب مهاري في كل اللعيبه اللي جت طبعا
انا فاهم هو الخطيب بتاع لا ده انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، بس هو خد احسن لاعب. انا عارف ليه، لان هو فاز في الماتشات بتاعته في الميزان كله ولما لعب مفتوح قدر يكسب 3 ماتشات مع اوزان تقيله. فمفيش حد من الخفيف اصلا يعني بيقدر يلعب في المفتوح. وفي الماتشات بتاعته برده كسب الولد الاوكراني ده متصنف ثالث عالم. يعني لسه جاب ثالث عالم السنه اللي فاتت ما شاء الله. وكابتن رامي بقى مش عايز اقول لحضرتك على عمرو رامي فاتتك خلاص قصه اليابان. لكن قصه امريكا خاصه ان في برضه رامي هناك، رامي عبد العاطي موجود هناك، وبعدين جنبك جارك من طنطا يعني دي فركه كعب يا اخي 10 دقائق حبيب. هل بتفكر تخوض ده يعني بشكل احترافي ولا هتروح وتيجي كده يعني تنقنق يعني؟ لا باذن الله احنا الكابتن احمد هو بينظم الموضوع ده، اللي هو يعني بيحاول يساعدنا في كل حاجه بصراحه. يعني هو ساعد عبد الرحمن ان هو يسافر اليابان، وساعد الكابتن رامي ولا يعني بيشوف لنا طريق ان احنا نمشي فيه. اصل طول ما احنا ماشيين بره وبنلعب بره وبتاع بنحاول اسم مصر بيسمع. طبعا اصل احنا واحنا بنلعب في امريكا ما بنلعبش باسم رامي الجزار او باسم رامي بلال. لا رامي بلال ايجيبت، رامي الجزار ايجيبت. لحد دلوقتي عبد الرحمن في اليابان، عبد الرحمن شعلان، اسونا قراشي ايجيبت. اسونا قراشي ده الاسم بتاعه اللي هو في اليابان اللي هم مدينه له الاتحاد الدولي في اليابان. اسمه اسونا قراشي هناك؟ يعني العاصفه الرمليه لهوجاء. اسونا قراشي. يعني انا راح اكلمه اقول له اسونا قراشي ده بالياباني. لو سالت اي حد ياباني ماشي في الشارع هيعرفه. يا سلام. حتى لو قاعد هنا في مصر الياباني ده معروف. لا ده الموضوع كبير قوي كابتن هناك بالنسبه له يعني. يعني هو ما شاء الله عبد الرحمن. يعني عايز اقول لحضرتك شوفوا تاني يا جماعه عبد الرحمن. عبد الرحمن بقى فيمس قوي. الحمد لله. ولد طلع من هنا من يعني طلع من المنتخب. قول لي ازاي طلع يعني؟ هل انت ساعدته؟ هل هو الولد في ناس كانت ايه تحس انه عنده روح المغامره من صغره؟ يعني مثلا رامي قال لك ايه ما كنتش مقتنع قوي فتاخر شويه. فالولد ده ازاي طلع؟ لا والله كابتن وصل. الولد ده من دي 1 من اول ما قال هلعب سومو. هو عنده 15 سنه. 15 سنه. 15 سنه كان جاي لي بالظبط وزنه 150 كيلو طوله 1.80 متر. وزنه 150 كيلو وعنده 15 سنه. هو ده عبد الرحمن؟ لا ده رامي. ده رامي ده اللي محترف في امريكا. لا ده هو مش محترف، هو بيلعب ماتشات في امريكا بيكسبها وبيمثل مصر فيها وبيعد نفسه وبيرجع يلعب معانا هنا تاني. يعني هو ما بيسيبكوش في اي بطوله. لا 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 خالص. هو كان معانا في البطوله اللي فاتت وجاب مدينه فضيه. ما شاء الله. ده حسين برضه يلعب معانا في بطوله. هو ده عبد الرحمن بقى. عبد الرحمن علاء الشرطه يا جماعه ده المصري ومع واحد وحش يعني. عبد الرحمن هو اللي لعب الماتش اللي فات. فبقول لحضرتك هو عبد الرحمن طلع اللي ابتدى يلعب سومو، كسب بطوله الجمهوريه وعنده 16 سنه كسب بطوله الناشئين اللي هي 19 سنه. 150 كيلو جرام. والراجل عضلات وحاجه جميله قوي كويس. ونفسه يبقى بطل سومو. ومن اول يوم كان عايز يحترف. يعني قال انا نفسي ابقى نمره واحد في المحترفين. هو حاطط تارجت عنده، الهدف بالنسبه له ده. رحنا بطوله العالم في استونيا، جاب ميداليه برونز في الفرد اول مشاركه وفضه في الفرق. ده في اول مشاركه. 2009 اتمرن ولعب معايا بطوله في بلغاريا. عمل مفاجاه جامده جدا، جاب 4 ميداليات. ميدالية ذهب وميدالية 2 ذهب 18 سنه 21 سنه واثنين برونز في التقيل ومفتوح وكبار. وهو عنده 18 سنه. لعبنا بطوله العالم في 2010 جاب ميدالية برونز. رحنا 2011 حصلت الثوره توقف النشاط الرياضي تماما. ابتدى يعمل اتصال هو بحد في اليابان. طبعا كابتن احمد ساعدني، ابتدينا نساعده. طبعا النشاط الرياضي كان واقف. انا جه في دماغي ان لازم نوصل حد مننا ان احنا نكسب الفتره دي واحنا مش واقفين ان هو يبتدي يحترف. ومسيره في الاخر هيرجع يعني بعد ما يخلص احتراف واتفر هيلعب كقد ايه هيرجع لي. سليم وهو لسه هيلعب هيبقى كويس جدا. هستفيد منه كخبره تدريب، هيبقى حاجه عاليه جدا. وقعد في اليابان وخد خبرات. فهو الولد ما شاء الله عليه دلوقتي هو اول مصري ومسلم وعربي وافريقي يحترف في السومو كويس. واحد خاض مشاكل كبيره جدا لان طبعا اختلاف التقاليد والكلام ده كله. بس الولد مشي مع الكلام. هو عايش في اليابان. عايش في اليابان بقاله سنتين. سنه كام سنه دلوقتي؟ هو مواليد 92 يعني عنده 22 سنه. جه مصر السنه اللي فاتت بس كان جاي ساعه فضل الاعتصام فما حدش حس بيه ان هو جه. يعني اتعمل له مؤتمر عالمي. اتعمل له مؤتمر في برميزه. جه فيه عايز اقول لحضرتك كل القنوات الانترناشونال يعني سكاي وسي ان ان يعني كان موضوع حدث كبير. احنا كان عندنا حدث اكبر بقى. هو مشي بعد يعني جه قعد مع والده ووالدته شويه. هو من اسره جميله جدا يعني. واخوه بيلعب معانا حاليا في المنتخب نفس الخامه بقى. كام يعني كيلو؟ طارق شعلان حوالي 140 كيلو. ولد صغير لسه عنده حوالي 18 سنه وبنعده بقى ان هو يبقى امتداد لي. فعايز اقول لحضرتك ان هو الولد. لا انت تيجي مثلا تقول لي ياباني اسونا قراشي يعني خلاص انت اشوفك يقول لك انت مصري يقول لك اسونا قراشي. يعني بقى حاجه كده عالم كده زي الكابتن رشوان. اليابانيين يقولوا كابتن رشوان. كان معروف عندهم قوي يعني. عايز اقول لحضرتك طبعا الموضوع ده
حاجه جميله جدا ان انت توصل لعيب للاحتراف. يعني انا بالنسبه لي في السي في ده كان حاجه قويه جدا جنب المدريات. طبعا طبعا. هستاذنكم نروح لفاصل وارجع تاني اتواصل مع هذا الحوار الممتع والجميل مع ابطال مصر وافريقيا وبولندا وايضا العالم في السومه.